بناء على تعليمات القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر، قام رئيس أركان القوات البحرية بجولة تفتيش ميدانية رفقة عدد من ضباط القوات البحرية للاطلاع على سير العمل ومدى جاهزية القوات البحرية للهجوم أو التصدي لكل تهديد يمس أمن الوطن والمواطن. وفي بداية الزيارة قام رئيس الأركان البحرية بتفقد كل من قاعدة بنغازي البحرية وجهاز حرس السواحل والقوات الخاصة البحرية ومعسكر الثانوية البحرية، بالإضافة إلى كافة الشعب بقاعدة بنغازي البحرية وعدد من القطع العسكرية. رئيس الأركان البحرية توجه بالشكر إلى جميع منتسبي القوات البحرية مشددا على التقيد بالتعليمات والأوامر الصادرة والعمل على رفع مستوى الضبط والربط العسكري بالقاعدة. وفي ختام الزيارة تكللت بالاجتماع مع كافة أمراء القوات البحرية لمناقشة الاحتياجات والاطلاع على سير التدريبات وبناء القوات البحرية وجاهزيتها التامة للتعامل مع أي تهديد يذكر وحماية المياه الإقليمية الليبية. عطية العبيدي، ليبيا الحدث.